اسمحوا لي قبل ما نبدأ رحلتنا النهاردة أكلمكم عن شركة 6 أكتوبر للمشروعات الزراعية. هي واحدة من الشركات الزراعية الكبرى في مصر، تمتلك مساحات تصل إلى 33 ألف فدان، وهي نموذج محترم للتعاون المثمر ما بين مصر وليبيا. دعت كل الشركات الزراعية المصرية الكبرى المتخصصة في إنتاج وتصدير وتصنيع البطاطس إلى زراعة حوالي 9000 فدان من أراضيها خصصتها لزراعة محصول البطاطس في الموسم 2020-2021. خلي بالكم، جميع أراضي هذه الشركة 33 ألف فدان هي أراضي خالية من العفن البني، إذن هي تصلح لزراعة البطاطس التصديرية وتم اعتمادها في الاتحاد الأوروبي. هذه المساحات اللي بنتكلم بشأنها اللي هي 9000 فدان مجزأة على حوالي 62 جهاز ري محوري داخل أراضي المشروع، يعني داخل 33 ألف فدان 9000 فدان تقع في قلب العالم. خلي بالكم، شركة 6 أكتوبر للمشروعات الزراعية تبعد عن مطار القاهرة حوالي 86 كيلو، عن ميناء السخنة حوالي 100 كيلو، عن ميناء دمياط حوالي 120 كيلو. إذن عندما نقول أن من سيزرع البطاطس في هذه المساحات هو يزرع في قلب العالم، إذن هو وصف دقيق للغاية. برضو عايز أوضح حاجة مهمة جدا، أي حد عايز يزرع البطاطس يتوجه على الفور إلى مقر الشركة في طريق مصر إسماعيلية الصحراوي، وتحديدا في الكيلو 86، هناك المقر الرئيسي للشركة في كراسة شروط محترمة جدا. هذه الكراسة تضمن الشفافية الكاملة في التعامل على هذه المساحات. برضو في حاجة مهمة جدا لازم نذكرها، من زرع البطاطس في الموسم 2019-2020 تعرض لخسائر فادحة، وبالتالي هناك الكثير من المزارعين سيحجم عن زراعة البطاطس في الموسم 2020-2021، وبالتالي المنطق يقول أن من سيزرع هو من سيربح لتراجع المساحات، وبالتالي الأراضي التي تطرحها شركة 6 أكتوبر للمشروعات الزراعية هي فرصة كبرى لكل الشركات المتخصصة في زراعة البطاطس. من سيزرع هو من سيربح، ودوام الحال من المحال. خليكم معانا عشان نشوف فقرتنا ايه النهاردة في برنامج الجدعان.